بعض هيدي القراءات بتقول انه الاطفال لا يصابون بالفيروس وانما هم حاملين له. من جهه اخرى سجلت بعض الدول اصابات للاطفال. رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل اوسع مع الدكتور سهيل جزاره اختصاصي اطفال. يمكن حنروح على تقرير ونرجع لك دكتور. أوك. حنطلع لنشوف التقرير ونرجع لضيفنا بالاستديو. مع سيل المعلومات والدراسات اللي عم تتوالى يوم بعد آخر حول فيروس كورونا المستجد، إلى أنه آخر الدراسات حتى هي اللحظة أشارت أنه على الرغم من أن غالبية الشباب والأطفال سوف تظهر عليهم أعراض أسوأ قليلاً من أعراض الإنفلونزا العادية، إلا أنهم يمكن أن يكونوا حاملين غير مرئيين لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي فهم يلعبون دور أساسي بالانتشار. وكانت الدراسات من الصين أظهرت أنه من النادر ما يتم تشخيص الأطفال بالإصابة بالفيروس، وبالتالي من المفترض أن يكون لهم دور ضئيل بانتشار المرض، لكن الدراسات والخبراء لم يتمكنوا من رؤية أي سبب واضح لعدم إصابة الطفل بالفيروس، وخصوصاً بأنه ينتشر عن طريق الجهاز التنفسي وليس من خلال عملية فريدة تستهدف البالغين فقط. وبالتالي في حال أصيب عدد كبير من الأطفال بالعدوى وتعرضوا لأعراض طفيفة جداً تشبه البرد، فإن قدرتهم على نشر الفيروس ستكون هائلة. ما بين اختلاف المعلومات حول إصابة الأطفال بالفيروس أم لا يقتصر على كونهم حاملين له. رح نتعرف عن هي المعلومات أكثر مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور سهيل جزارة. نعم سالي، ولنحكي أكثر عن هالموضوع مثل ما قال التقرير بشكل موسع معنا ضيفنا بالاستوديو الدكتور سهيل جزارة اختصاصي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يا هلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. دكتور بالبداية يعني حسب ما شفنا التقرير وأيضا ما ورد بالمقدمة في شغلات هيك احيانا خاطئه لكلنا نحن بنوقع فيها كوننا نحن مو من اهل الاختصاص. الاطفال بيقولوا انه لا يصابوا بكورونا بحسب انه كبار السن هن اكثر. بدك توضح لنا من حضرتك. اوكي، هلا بس بدايه اسمحوا لي اتشكر الاخباريه السوريه للاستضافه واللي هي دائما سباقه لنشر الوعي والمعرفه. وبحب اقول كلمتين انه خروجنا من هالأزمة الكبيرة رح يكون بتضافر جهود مؤسسات كثيرة، منها مؤسسة الدولة اللي هي عم تقوم مشكورة بواجبها، من تسكير الحدود لإغلاق المدارس. نعم. لإنشاء الأماكن الحجر و يعني عدة أمور أكيد وجهود الطاقم الطبي اللي بحب استغلها المناسبة. من يومين كان يوم الطبيب العالمي. نعم. اللي بحب أتوجه لكل الأطباء اللي عم يقوموا بواجبهم الإنساني من أطباء وممرضين بهذا الزمن الصعب. كل عام وأنتم بخير. وطبعا كل التحيه لكل الاطباء اليوم يلي هن موجودين بالمشافي، لكل الممرضين هن جنود حقيقيين بهذا الوقت. اكيد. وطبعا جهود الطرف الاخر اللي سلامته هي هدف كل الاجراءات اللي عم تصير، اللي هو المجتمع، الناس، العالم. هدول الناس تضافر جهودهم معنا اللي مو مطلوب منهم غير تنفيذ التعليمات والبقاء في المنزل. هذول الناس اللي مطلوب منهم بس يحافظوا على النظافة الشخصية والبقاء في المنزل. رح نتجاوز هاي الأزمة بجهود الكل وإن شاء الله مثل ما مبين لهلأ. نعم. بالحد الأدنى من الخسائر. نعم. هلأ طبعا. بالنسبة لفيروس كورونا هلأ في تعبير أنه الأطفال لا يصابوا بالفيروس، هذا تعبير غير دقيق. نعم. الأطفال هذا الفيروس اسمه فيروس كورونا المستجد، فهو فيروس جديد. هذا يعني أنه ما في أي مناعة مكتسبة بين الناس لهذا الفيروس. إذن هذا الفيروس رح يصيب كل العالم اللي رح يكونوا بتماس معه، إن كانوا أطفال وإن كانوا كبار. بس اللي عم يطرح نفسه، هل الأطفال رح يعانوا من مضاعفات الخطيرة لهذا المرض أو لا؟ هذا السؤال رح نجاوب عليه هلأ قدر الإمكان، لأنه هذا كمان سؤال قيد الدراسة. هلأ إحصائياً نسبة
الإصابة بالأعراض الخطيرة بين الأطفال هي نسبة كتير ضئيلة 2.4%. هلا هدول الأطفال لما بيتعرضوا للفيروس وبيحملوا هذا الفيروس الغالبية العظمى منهم هن أطفال أو مصابين لا عرضيين أو مصابين بالحد الأدنى من الأعراض اللي هي ارتفاع حرارة طفيف، سعلة، سيلان أنفي. هي الحالة إلى إيجابية وإلى سلبية. الإيجابية هي إنه أطفالنا يعني ما عم يتعرضوا لإصابات خطيرة، ولحد الآن لم يبلغ بالعالم عن حالة وفاة واحدة بين الأطفال من جراء فيروس كورونا. أما الحالة الثانية، الجهة السلبية من هذا الموضوع، إنه هدول الأطفال مثل ما قال التقرير هن الناقلين الغير مرئيين للفيروس. هذا الناقل الغير مرئي اللي هو إنسان إما مصاب بأعراض طفيفة أو لا عرضي، قبل كل شيء ما رح يراجع الطبيب لأنه ما عنده أعراض كبيرة تخليه يراجع الطبيب، أو حتى لو راجع الطبيب ما حدا رح يجيب طفل أو مريض لا عرضي أو مصاب بأعراض خفيفة ويعمل له تحليل PCR اللي هذا مكلف بشكل كثير كبير، أو ما حدا رح يجيب مريض ما عنده أعراض ويعمل له طبقي محوري ليشوف إذا في عنده إصابة رئوية أو لا. فهدول الأطفال رح يضلوا أطفال لا عرضيين غير معروفين العدد، يعني هن ما معروف عددهم. نحن عم نقول نسبة إصابة 2.4%، بس نحن ما عندنا معلومات دقيقة حول هالموضوع قديش عدد الإصابات. الشيء الكارثي بهالموضوع إنه هذا الطفل اللي حامل هالفيروس وما عنده أعراض هو ناقل نشط لهذا الفيروس. يعني مثلا تصوري هلا عندنا بسوريا المدارس معطلة والأولاد بالبيت، فممكن الام تقول له للولد روح قعد لك بيت جدك يومين ثلاثه. هي الزياره رح تكون كارثيه، خصوصي اذا هذا الطفل حامل صحيح للفيروس، وخصوصي اذا بالبيت بيت جده في شخص اكيد فوق الستين، وممكن يكون معه سكري، ممكن يكون معه امراض قلبيه، ممكن يكون معه امراض رئويه، امراض مزمنه. فهي الزياره رح تكون كارثيه. فهذا الشخص، فهذا الطفل هو ناقل للفيروس بس ما انه مصاب، وهدول الناس كثير صعب انه يتشخصوا مثل ما حكينا لانه هن ما راح ينعرضوا على اطباء. اما ليش هدول الاطفال ما في عندهم اعراض خطيره لفيروس كورونا؟ الحقيقه هذا الموضوع قيد الدراسه. في نظريات كثير حول هالموضوع راح احكي عن بعضها، لكنها لا تفسر بشكل كامل وبشكل علمي عدم إصابة الأطفال بالمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا. من أحد هذه النظريات بتقول أنه الأطفال بهذا العمر عم ياخذوا لقاحات متعددة، هاي اللقاحات عم تخلي جهازهم المناعي متحفز، فبهذا العمر ممكن هذا الجهاز المناعي المتحفز إذا صار بتماس مع الفيروس ممكن يستقطبه ويقضي عليه. النظرية الثانية بتقول أنه هدول الأطفال يصابوا بالرشح وبالجريب أكثر من الكبار، خصوصي الأطفال اللي بالمدارس لأنه أماكن الازدحام وأماكن التماس كثير كبيرة، فهدول الأطفال يصابوا بالرشح والجريب أكثر من غيرهم. صح. وهذا الفيروس هو شبيه كثير بفيروس الانفلونزا. هن فيروسات الكورونا مو واحد بس، هن عباره عن سلاله من 7 فيروسات، 4 منها تسبب اعراض خفيفه اللي هي الرشح والجريب وشويه سيلان انفي، وثلاثه منها هي بتسبب اعراض كثير إلى مضاعفات كثير خطيرة، منها الفيروس المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة اللي سموه سارس بال 2003، ومنها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية اللي سموها ميرس، والفيروس اللي موجود هلا اللي هو كوفيد. فهي السلالات القديمة اللي عم تصيب الأطفال
بشكل كثير كبير بالمدرسه وبالفصل بفصل الشتاء، فممكن تكون شبيهه بفيروس الكورونا، والمناعه المكتسبه من هي الفيروسات الضعيفه قد تؤدي عند الاطفال الى استقطاب الفيروس والقضاء عليه. النظريه الثالثه وهي حاب يعني راح تكون قيد الدراسه، هي انه هذا الفيروس كثير مولع بالجهاز التنفسي وخاصة بالرئتين. ومثل ما بنعرف انه الفيروس ما بيعيش لحاله، لازم يفوت داخل الرئة وداخل الخلية ويستقطب الماكينة تبع الخلية لاستنساخ نفسه والتكاثر. نعم. فلحتى يدخل الفيروس على هاي الخلية، هاي الخلية فيها لها مستقبلات. بيتحد معه ويفوت على الخلية. هاي النظرية عم تقول انه هذا الفيروس هاي المستقبلات الموجودة على سطح الخلية عند الأطفال تختلف بتركيبتها الكيميائية عن المستقبلات الموجودة عند الكبار، لذلك الفيروس ما عم يحسن يتحد معه ويفوت على الخلية. بس بالنهاية هي بتضل كلياتها مجرد نظريات، لازم تستكمل دراستها، ولازم لبعدين هي مادة للبحث العلمي الكبير. دكتور، لما نحكي عن فترة الطفولة فهي عم تمتد لسنوات كثيرة، يعني في فترة الرضاع الأطفال الصغار أكثر من 10 سنين. خلينا نحكي عن هاي الفئات اليوم، إذا بنقسم فترة الطفولة، في فترة أكثر من فترة هي معرضة أكثر للإصابة بالفيروس؟ هلا الرضع هن أكثر ناس معرضين لأنه جهازهم المناعي لسه ما تحفز. الأطفال اللي بعمر تحت ال 18، ما فيني أقول هدول صاروا أطفال، بس الناس اللي تحت ال 18 إحصائيا نسبة الإصابة فيهم جدا متدنية. فهذا العمر اللي قلنا عنه أنه الجهاز المناعي محفز باللقاحات، هذا العمر اللي عم ينصاب بفيروس الرشح والجريب أكثر من غيره، هذا العمر هو العمر اللي ما عم يحصل فيه أعراض خطيرة، أعراض رئوية خطيرة. نعم. يمكن دكتور تعددت النظريات مثل ما شرحت حضرتك، ولكن لسه ما يعني شيء صار ثابت وأيقنا الشيء الصح، لأنه دائما المناعة بتختلف من طفل لطفل بحسب أيضا غذاء الأم. بدنا نسأل سؤال هيك كمان دائما بتوارد لإلنا، الأم الحاملة لفيروس كورونا وهي حامل بدها تولد، هل الجنين يصاب ولا مو شرط يصاب الجنين، ممكن بلمسه مجرد انه هي لمسته؟ هلا في فرق ما بين هل يصاب الجنين هو ببطن امه تماما او بعد الولاده. هل يصاب الجنين ببطن امه؟ هذا الموضوع قيد الدراسه لانه عدد الحالات كثير قليله وما في احصائيه بتقول رح ينتقل من الام للجنين. اما هل الطفل بعد الولادة ممكن ينصاب؟ طبعاً علمت. بالصين سجلت حالة إصابة واحدة لطفل عمره 4 أيام. عم يقولوا أمه ما كانت مصابة، عم يقولوا ممكن أصيب من الطاقم الطبي الموجود بالمشفى، فالإصابة واردة. أما هل ينتقل من الأم للجنين؟ هذا الموضوع قيد الدراسة ما حدا فيه يجاوب عليه. دكتور، بالعودة لموضوع الأعراض، حضرتك ذكرت أنه الأطفال يمكن أو غالبا ما رح يكون عندهم أعراض قوية، ولكن قد تظهر بعض الأعراض، هل هي بتكون مشابهة نفس أعراض فيروس كورونا اللي بيصيب الكبار ولا لا كمان حتكون مختلفة شوي؟ أكيد رح تكون مشابهة لنفس الأعراض. والأطفال يعني نحن في عنا أطفال في عندهم مشاكل مناعية، يعني الأطفال اللي عم ياخذوا أدوية مثبطة للمناعة مثل مرضى السرطان، الأطفال اللي عندهم متلازمة نقص المناعة، الأطفال اللي عندهم أمراض رئوية مزمنة. في عنا نحن عنا أطفال كتير ممكن يكون عندهم ربو، ممكن يكون عندهم أمراض رئوية، هدول الأطفال معرضين أكثر من غيرهم للإصابة، والأعراض هي توازي الأعراض اللي عند الكبار بنفس الشدة. هلا هن ثلاث أعراض رئيسية اللي هي الحرارة العالية، التهاب الرئة، وضيق التنفس، السعال، يعني السعال بأغلب الحالات هو سعال جاف، وضيق التنفس، الألم الصدري وضيق التنفس. هدول الأعراض الثلاثة الرئيسية اللي لازم يوجهونا أنه هذا الطفل لازم يجرى له التحاليل واللازمة. طبعا في أعراض ثانية، ممكن يكون إسهال، ممكن يكون
سيلان بالأنف، ممكن يكون إقياء، ممكن يكون بردية، هاي الأعراض كلها ممكن تكون، بس الثلاثة الرئيسيات هن الحرارة، السعال، وضيق النفس. نعم، يعني مثل ما عم نشوف عم تختلف القراءات من بلد لآخر والنظريات، ومثل ما بنعرف كورونا مو شيء جديد، هو يعني تماما، ولكن مستجد كوفيد 19 وصلنا لهيدي المرحلة بالوباء. يعني بدنا نعرف نحن على شو لازم نعتمد، يعني نحن يعني هل هي بتعتمد على تقوية مناعة الأطفال، أو هي بتعتمد على علاجات تكهنوا فيها مثل علاج الملاريا يلي حكوا عنه، أو حتى علاج نقص المناعة المكتسب والإيدز، هل هو هذا الشيء ممكن مثلا ياخذوه كوقاية، أو لا نعتمد نحن أو علاج، أو نعتمد نحن على تقوية المناعة؟ هلا بس بدي أعلق على كلمة مستجد. ليش سموه مستجد؟ تفضل. هلا فيروس المتلازمة الرئوية الحادة كورونا سموه سارس. نعم. هلا اجى الفيروس اللي بعده اللي هو ميرس سموه فيروس كورونا الجديد. فلما اجى هذا الفيروس شو بدهم يسموه؟ الجديد الجديد ما بتزبط، قاموا سموه حلو المستجد. فبالنسبة للعلاج ولطرق الوقاية، الحجر الزاوية وأساس الهروب من هذا الفيروس أو الهروب من هذه الأزمة هو الوقاية أفضل من العلاج. فالعمل الجيد على مناعة الجسم اللي هي بالتغذية الجيدة، وبالنسبة للعلاجات اللي طلعت هلا بالعالم، هي الفيروس هو كائن يعيش داخل الخليه. نعم. فليس هناك من علاج قاتل له. نعم. الا تقويه المناعه والجسم بيقاومه بشكل جيد، لكن في تجارب لناس ثانيين اللي هن بالصين بايطاليا هلا عم يستخدموا علاجين اللي هن الازيتروميسين والكلوروكين او مضاد الملاريا. هلا في بروتوكولات. الازيتروميسين دكتور انا اسفه هو مو مضاد حيوي التهابي؟ مضاد حيوي. شو خصه بالفيروس؟ هلا هيك احصاء هيك طلع معهم بالتجربه انه الزيتروماكس والكلوروكين مع بعضهم عم يشكلوا علاج اعطى نتائج ايجابيه كثير كبيره. نعم. بس انا هون بس بدي احكي كلمه عن انه ما حدا يجي ياخذ الكلوروكين كوقايه، الكلوروكين دواء مؤذي جدا، لازم يتاخذ تحت اشراف طبي لانه له اعراض جانبيه كثير كبيره. تماما. نعم. دكتور يعني سلوكيات مجتمعيه كانت موجوده عندنا وللاسف هلا اثبتت قديش هي خطره، مثل عادات هي التودد للاطفال، تقبيلهم، يعني نحط ايدنا على وشهم، مداعبتهم، هي القصص يمكن من اكثر القصص اللي خطيره بهذا الوقت. خلينا نحكي اليوم كيف فينا نحمي طفلنا بزمن الفيروس، كيف فينا نطبق هذا الحجر المنزلي عليه، شو هي القواعد اليوم الصحيه لازم نحطها؟ هلا انا مثل ما عم لاحظ هلا انه العالم كثير تاثرت بهذا الفيروس، وما عاد حدا سلم على حدا، وما عاد حدا بوس حدا، وكله عم يحكي لبعضه هاي من بعيد. هي شغله كثير يفضل يعني وهذا يفضل. هي شغله كثير منيحه. بس خليني احكي على بس على الجانب النفسي شوي عند الاطفال، لانه هي شغله كثير مهمه. هلا هذا الفيروس اجبرنا واجبر حوالي 850 مليون طالب انه يتركوا مدارسهم ويقعدوا بالبيت. فهذا خلى في تساؤلات كبيره عند الاهل انه انا كيف بدي خلي طفلي يقعد بالبيت؟ يعني هذا الطفل اللي كان يطلع على الحاره يلعب ويروح على المدرسه، صحيح. كيف بدي احصره بمساحه 50 متر 60 متر 100 متر؟ طيب قبل يقعد بالبيت كيف بدي اعبي له وقته؟ هذا الوقت كيف بده يتعبى؟ بقاء الاطفال في المنازل هو مهمه الكبار، نحن بالنسبه لاطفالنا قدوه.
والطفل يتعلم أو يتعرف على العالم الخارجي من خلالنا نحن، من خلال أهله ومن خلال الكبار. فأنا بنصح الأهل تقربوا من أولادكم وحاولوا تحكوا معهم بشكل كل طفل مناسب لعمره، وخلينا نتخلى عن مقولة هذا الولد شو بيعرفه. صحيح. لا، هذا الولد بيعرف، هذا الولد الأطفال أذكى بكثير مما متصور، وهن إذا حكينا معهم كل واحد بأسلوب مناسب لعمره هن أكيد رح يتفهموا هذا الموضوع، وبكفي نقول له إنه برات البيت في فيروس عم يستناك، إذا طلعت ممكن تمرض وممكن تضطر إنك تترك البيت وتروح على المشفى لحتى هذا الطفل يقعد بالبيت ويلتزم بالتعليمات تبعنا. كيف نعبي له وقته لهذا الولد؟ بس أنا بدي أحكي عن ناحية كثير عم نشوفها هلا مهمة، هو الإدمان على الأجهزة الرقمية. معلش ممكن بهاي الفترة نتعامل مع الموبايل ومع التاب ومع الكمبيوتر، بس نخليها هاي تكون مدارس افتراضية للمناهج التعليمية، لأنه وزارة التربية عم تعطي مناهج تعليمية عن طريق النت، فخلينا نخليها هاي مدارس افتراضية، وما في مانع إنه الطفل يتعرف على الوسط المحيط من خلال الإنترنت، بس ببرامج مفيدة بعيد عن هاي الألعاب اللي دائما الطفل بستريس إنه بده يقتل بده يضرب بده يربح لازم يربح، فبعيد عنا لازم الطفل يتعرف على الوسط المحيط. صحيح. من خلال برامج تعليمية، من خلال برامج ترفيهية، مو بضرورة دائما تعليم، ممكن نستخدمها للتسلية. بنرجع لسؤالك، الابتعاد عن التقبيل وعن اللمس وعن المصافحة الكثيرة هو حجر الزاوية، وخصوصا دكتور الأطفال الرضع أو اللي هنن ما بيقدروا يعبروا، خلينا بعد عن هي السلوكيات. أصلا بالفترة العادية حتى لو ما في كورونا حرام نكون نحن عم نكون على ملامسة أو قرب من هذا الطفل، فلازم نبعد كتير عن هاي العادات. بس كلمة الأطفال الرضع ذكرتني بشغلة وهي كتير مهمة. هلأ كتير أبحاث عم تقول إنه الفيروس قد ينتقل عن طريق الوراثة، الفيروس قد ينتقل عن طريق الوراثة، ووجود الفيروس بالوراثة عم يكون لفترة أطول من وجوده بالبلعوم بالحلق، فلازم ننتبه لهي الناحية، والنظافة الشخصية هي حجر الأساس بالابتعاد عن هذا الموضوع. دكتور، يعني هذه المعلومات الهامة جدا والقيمة، نحن استمتعنا بالحديث معك واستفدنا، وإن شاء الله يكونوا مشاهدينا وصلتهم المعلومة من حضرتك. الله يحمي جميع الأطفال، أطفال العالم كله. أكيد. مو بس بسوريا، بكل أنحاء العالم، وأكيد مهمة صعبة تلقى على عاتق الأهل. أكيد. من ضبط نفس، من تهدئة أعصاب شوي، لنقدر نحن نتعامل مع هالوضع ككل، مو أكيد. يعني كحالة. بس خليني أقول كلمة بالنهاية. تفضل. إنه الخوف من المرض شغلة صحية مبررة. صحيح. بتحفزنا على إنه نتخذ كل الإجراءات للوقاية، لكن المرض من الخوف هو حالة يجب أن لا نصل إليها، لأنه بتثبت عزيمتنا وبتشلنا وما بتخلينا نساوي شيء، ونحن لازم نطلع من هاي الأزمة بأقل حد من الخسائر. صحيح. هذا رح يكون عنوان فقرتنا القادمة. بدنا نشكرك كثير دكتور سهيل جزارة، اختصاصي أطفال. شكرا كثير لك. شكرا.